قبل أن ننتقل معكم لمتابعة أهم الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها زميلة ميرنا إيهاب. فإليك ميرنا. شكراً لكم رجائي وليلى. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نظمت مؤسسة الأهرام النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة تحت عنوان الطاقة الخضراء استثمار المستقبل، والذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وأكد المشاركون في المؤتمر أن الطاقة كمحرك رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل أحد أهم السبل لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. عن كوب 27 وإزاي إن إحنا قدرنا في شرم الشيخ نحط أحد أيام الموضوعية بتاعتنا كان موضوع إزالة الكربون، ودي كلها حاجات مهمة علشان يبقى عندنا طاقة مستدامة تستطيع أن تتواكب مع حاجتين: الزيادة السنوية والمستقبلية المطردة في الاستهلاك للطاقة بصفة عامة، وبالتالي يجب دائما أن تلبي احتياجات النمو الاقتصادي والنمو السكاني واحتياجات التنمية بمزيد من الطاقة، وفي نفس الوقت علشان تواجه التحدي بتاع تغير المناخ والاحتباس الحراري. ده مش هيتم إلا من خلال توفير أنواع مختلفة من الطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها من الطاقات التي نتحدث كلنا عنها النهاردة، وهي الهيدروجين بكافة أنواعه، يعني منخفض الكربون. إن مؤتمرنا اليوم يأتي في مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولا في الطاقة، نظرا للعديد من التغييرات العالمية التي تتطلب تغير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء لأسباب عديدة. تغيير المناخ وهو أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وأحد أهم أسبابه هو استخدام الوقود الأحفوري. لذلك فإن تحول الطاقة إلى مصادر أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة هو أمر أساسي لمعالجة تغير المناخ. إن الهيئة الوطنية للصحافة حريصة كل الحرص على تأكيد رسالتها كأحد أزرع الإعلام المصري المهم، وتأكيد الدور المنوط بها كأداة من أدوات قوتنا الناعمة، ودورها الجوهري في التنوير والتصدي لأي أكاذيب وشائعات تستهدف قوة الدولة المصرية واستقرار. وأود التأكيد على أن الهيئة الوطنية للصحافة تدرك رسالتها الوطنية، لا سيما في ظل الظروف والتحديات العالمية التي خلقت أجواء تفرض على كل أبناء الوطن المخلصين الاصطفاف من أجل بلدهم التي تسير بخطى ثابتة وواثقة من أجل الانتقال إلى آفاق من البناء والتنمية والتطوير. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز وإحدى الشركات الهندية المتخصصة في الكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط، ذلك لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية للشركة الهندية. وعقب التوقيع أكد وزير البترول أهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية، مشيرا إلى وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في أولويات استراتيجيتها. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه. وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي أكس 30 بنسبة تقدر ب 27
20% يبلغ مستوى 19409 نقاط، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة تقدر ب 79% يبلغ مستوى 3611 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر إي جي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 55% ليبلغ مستوى 5369 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% إذ أثارت الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا في المنطقة، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 2.2% لتصل إلى 87.28 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.4% مسجلاً 85.57 دولاراً للبرميل. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالمياً بنسبة تقدر ب 1.1% ليصل إلى 2.93 دولار للتر. ارتفعت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 48% لتسجل 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد لعام 2024-2026، وقال رئيس الوزراء الإماراتي أن القيمة الإجمالية للميزانية تبلغ 192 مليار درهم. تراجعت المؤشرات الرأسية في وول ستريت عند الفتح مع تفاقم الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقدر ب 44%، بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة تقدر ب 45%، فحين انخفض المؤشر ناسداك المجمع بنسبة تقدر ب 78%. انتهت أخبار الاقتصاد وأعود إليكم مرة أخرى ليلى ورجائي. شكرا لك منى.